ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، هو المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ شروق. صباح الخير على حضرتك. يعني سيادة اللواء، طبعا كل عام وحضرتك بخير. يعني في شهر الانتصارات وفي أيام الانتصارات يحتفل ونحتفل جميعا بيوم العزة والكرامة واسترداد الأرض. يعني لو يعني اتخذت من حضرتك يعني بعض من الوقت للتحدث والحديث عن أهم النقاط التي أكد عليها السيد الرئيس أمس في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة 48 عام لحرب أكتوبر. الحقيقه لو حكينا نوجز كلمه السيد الرئيس، انا شايف انها تنقسم الى مجموعه من النقاط الرئيسيه. النقطه الاولى وهي نقطه الوفاء وجبر الخلق. النقطه الثانيه هي التحيه للقوات المسلحه وللرجال الذين ولكل من شاركوا في حربه واستلهام حرب اكتوبر واستلهام روح حرب اكتوبر والمسير عليها في إطار ما يدور الآن في المنطقة، وخاصة ما يدور داخل مصر من أعمال تنمية كاملة. ثم بعد ذلك أوجه التحية لأهالينا في سيناء، وهذه نقطة مهمة جدا، الذين قاموا بمعاونة القوات المسلحة وجيشها في حرب أكتوبر المجيد. ثم تحية إعزاز وتقدير لجميع الدول العربية التي تسهم وتساعد وتقف إلى جانب مصر في مرحلة التنمية وإعادة البناء وتكوين الجمهورية الجديدة. فدي مجموعة النقاط الرئيسية التي تناولها السيد الرئيس. من طيب. خلال هذه النقاط رسالة سيادته بقى في الخطاب الذي تم البناء عليه. تمام يا فندم. طيب بالحديث عن ذكريات أكتوبر ويعني هذه الانتصارات التي ستظل في ذاكرة التاريخ، بنقول أنه كل سنة بنلاقي ما نحكيه من بطولات أخرى ونكتشف أنه هناك العديد والعديد من البطولات والتضحيات. كيف نرسم هذا في ذاكرة الأجيال المقبلة التي لم يكن لها حظ أنها تعيش أكتوبر لكنها عاشت نتائج أكتوبر؟ احنا بنستلم دايما من اكتوبر وروح اكتوبر الدرس والخبر، الدرس والعبره، بناخد منها المثل والخبر. نعم. هذا هو الهدف الرئيسي من احياء مثل هذه المناسبات وهذه الكلمات وهذه اللقاءات التي بتدور مع كل الابطال وكل من شاركوا في حرب اكتوبر، وان كانوا كثر ولكن هو مع الوقت هذه الموضوعات محتاجه دائما للتذكير حتى تكون مثلا وقدوه للشباب، وخاصه في ظل مراحل وما هو تمر به ما نمر به او ما يمر به العالم الان من اسلوب معاصر لانواع الحرب. ليست لان حرب اكتوبر كانت اخر الحروب الكبيره التي تقليدي. حدثت فيها التقليديه الكبيره التي حدث فيها يعني خسائر بحجم ضخم، ومن هنا اتجهت الافكار الحديثه أو الحروب المعاصرة إلى الاقتتال الداخلي باستخدام أو بس الفرقة بين أبناء الوطن الواحد حتى وهم حتى يتم تحقيق المصالح الأطراف التي لها مصالح في ذلك، والبعد عن الحروب التقليدية أو إرسال أبنائهم إلى الدول التي يريدوا منها المصالح أو يقللوا من النفقات. يعني حتى الدول اللي بتقتتل داخل بيستفاد من ثرواتها ويقوم هي بالصرف على هذه العناصر التي تسعى الى تدمير دولها من الداخل. تمام يا فندم. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا اللواء الدكتور محمد الألفي، محمد زكي الألفي، مستشار المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.